متابعينا الكرام اينما كنتم، كل سنه وانتم طيبين. عيد اضحى مبارك عليكم. الليله جيتكم بفيديو جديد. زي ما شايفين الايامات دي عيد الاضحى، واكيد نحن في حاجات كثيره تقليديه بنستخدمها في عيد الاضحى، بالذات مثلا زي طبخ الشطه. الليله الفيديو بتاعي بيحكي عن طبخه الشطه بطريقه فريده من نوعها، والشطه بتحكيه انا زارعاه فوق البيت، يعني ما في حاجه جبتها من السوق، وحتشوفوا كل شيء بعينكم. يلا تابعوا الفيديو معي. يلا انا حسي كده ماشي على الجاردن بتاعي الصغير. ويلا بعدين ما تنسوا تعملوا لنا اشتراك ولايك، تعملوا شير للفيديو. يلا نمشي نشوف المزرعه بتاعتنا الصغيره. ويلا هندي حسي كل الحاجات اللي انا زارعاها وحاستخدمها الليله بالشطه اللي تحتي. يلا نبدا. هنا عندي الفلفل الاحمر اللي هو بشطه الحمراء، لكن كانت اساسا بعد ما ثمارها بدات تطلع كانت خضراء، وانا خليتها لما تبقى حمراء كده. يلا نبدا زي ما شايفين. يلا زي ما شايفين هندي، يلا نجي هنا على الخضراء. زي ما شايفين هنا الخضراء برضو. هنا عندي الطماطم. يلا نبدا نقطع الطماطم بتاعتنا او نختف الطماطم بتاعتنا اللي حنستخدمها، يعني كل شيء من البيت جاهز للشطه. والزراعه دي ما قعدت معي كثير، يعني اخذت معي من زرعتها لحديت ما طلعت ثماره ما فاتت الكم 20 يوم. يلا هنا عندي الفلفل الاحمر اللي هو البابريكا. والبابريكا الليله نقدر لحديت ما حسي يا دوبك حسي جيت اختفاها، ما تخلوا يعني لو زرعتوا البابريكا ما تخلوها تقعد كثير لحديت ما تبقى بالشكل ده، بس انا ما كنت فاضيه عشان اعمل الفيديو بتاع الشطه. ويلا حسي قلت خلاص جات المناسبه بتاعت عيد الاضحى، قلت خلاص اقوم استخدمه. يلا هنا عندي البابريكا لاني ما عايزه استخدم البابريكا المسكونه. اوكي يلا زي ما شايفين، يلا زي ما شايفين عندي. ما شايفين انا اخذ منها اثنين كفايه. يلا طبعا ده الجاردن بتاعي اللي هو دي كده، بس هو بزرع فيه كل شيء. يلا مره ثانيه برضه بوريكم بعض الحاجات اللي انا زارعها وحاستخدمها. يلا يلا زي ما شايفين دي المكونات الحسي اللي انتم شفتوها. يلا هنا الطماطم شايفين ده الحجم بتاعها حجمها كده في طوله. عندي هنا ثوم، هذا فص ثوم، والليمون ما حستخدمه. ويلا زي ما شايفين حابدا اقوم كل المكونات، ما حستخدم الليمون اللي في النهايه. يلا زي ما شايفين ترى ضفنا شويه بتاع الكزبره، او الكزبره التحتي انا زارعاها فوق البيت لانه قبل كده جربتها برا، والجو الايامات دي عندنا مره يكون حار ومره يكون بارد، الصفق بتاع الكزبره بقى دردان وماتت معي. وهنا عندي دي الطماطم لسه ما اسمرت زي ما شايفين، وهنا ده برضه طماطم ودي برضه طماطم زي ما شايفين، بزرعها كده في بتاعات صغيره وبعد ذاك بحولها في بتاعات كبيره. يلا زي ما شايفين حسي انا حستخدم من الكزبره دي شويه، حقطع منها شويه بتدي طعم حلو شديد في الشطه. لو ما جربتوها يوم حاولوا جربوها، وكتجي تقطعي الكزبره اقطعي منها وخلي الباقي اسن ثاني تقوم معاكي. يلا زي ما شايفين عندي الكزبره الان حستخدمها. يلا نغسلها، يلا كده نغسلها، حاضيفها هنا. يلا طبعا ريحتها طاقة تجنن. يلا نبدأ ننزلها هنا في الصحن زي ما شفتوها، زي ما شايفينها طلعت معانا بالشكل ده. يلا هنا عندي الزيت زي ما شايفينه، حابدا أكبه هنا الحلة. يلا هنا عندي حبة واحدة بتاع البصلة، البصلة ما صحنتها مع الشطة. يلا ننزلها. يلا زي ما شايفين هديها معلقة هذه تحت صلصة. آه
يلا هنزل على الشطة، خليط بتاع الشطة. يلا هخليها 5 دقايق وارجع لها تاني. يلا رجعنا لها تاني. يلا زي ما شايفين شكلها بقى حلو، كيف خضراء مدية شكل والحمراء مدية شكل. يلا اقوم اضيف على زبدة الفول السوداني اللي هو عندنا الدكوة، زي ما شايفين نزلت على بمعلقتين دكوة، زي ما شايفين الكمية كبيرة شوية، بتقعد فترة في الثلاجة. يلا زي ما شايفين انزل على بمعلقة صغيرة ونص ملح، الملح طبعا على حسب الرغبة. وطبعا هنا عندي بهارات مشكلة وهي منها، وعندي هنا الشطة الحمراء معلقة. يلا زي ما شايفين طلعت شكلها كيف زي سلطة الأسود، مدية وش زي حلة الدمعة. أو يلا حنزل بعد ده بالليمون، الليمون في الآخر عشان ما يبقى مر، لأنه الليمون لو استخدمناه من الأول ولا خلطناه مع الشطة بعد ده بدينا طعم بتاع مرار، عشان كده حنزل بالليمون منه، وعايزة أقفل الحلة بتاعتي بتاعت الشطة. أوكي يلا زي ما شايفين نزلتها بالليمونة كبيرة. يلا زي ما شايفين بعد ما اديت الليمون خليتها بس بنار هادي شديد، زي ما شايفين اديتنا شكل كيف زي الدمعة. لازم يكون فيها زيت، كمية بتاعت الزيت تكون ما كثيرة وما قليلة عشان تحافظ لينا على الشطة في الثلاجة لفترة طويلة وتدينا شكل حلو. كل ما تطلعيها من الثلاجة بتديكي زي ما انت طبختيها حسين، لانه الزيت محافظ على ومحافظ على شكلها ومحافظ على لونها. بنستخدم الصلصة بتاعت في الثلاجة لفترة طويلة بنقص فيها زيت. يلا دي برضو حسي الزيت بتاعها زي ما شايفين مدي وش سمح كيف زي حلة الدمعة. يلا خلاص وصلنا لنهايات الفيديو. يلا زي ما شايفين هذه النتيجة بتاعته، دي النتيجة بتاعتنا بتاعت الشطة زي ما شايفينها. زي ما شايفين ده الشكل الطلعت ده، وزي ما شايفين هنا في البرتمان، وزي ما شايفين الزيت بتاعها شفتوا شكله كيف، ده هو اللي هيحفظ لنا الشطه. نبدا ننزله لتحت كده زي ما شايفين بدا ينزل لتحت عشان يحفظ لنا الشطه بتاعتنا. يلا زي ما شايفين يلا كده وصلنا للنهايه. بعدين ما تنسوا الاشتراك وما تنسوا الاعجاب، وبالهنا عليكم وكل سنه وانتم طيبين مره ثانيه.